ترأس مساء أمس وزير المالية والميزانية كريستيان جورج أعمال اجتماع المجلس الوطني للقروض التابعة للبنك دول إفريقيا المركزية بهدف دراسة طرق تمويل المشاريع الاقتصادية وفتح الآفاق المستقبلية للتنمية. خلاصة نتائج الاجتماع الاستماع إليها مع حاكم بنك دول إفريقيا المركزية عباس محمد تولي. ناقشنا في الودة الاقتصادية في البلد وتطور تمويل الاقتصاد، فهناك أيضا ناقشنا في المشاريع في إطار تمويل المشاريع، وأيضا وشفنا شنو الآفاق الاقتصاد في السنة المقبلة سنة 2017. فكما قلنا لكم بالأمس الودة الاقتصاد كان في سنة 2016، نتوقع السنة المقبل يكون سيكون إن شاء الله وضع أحسن، فيكون هناك تحسين بمقارنة سنة 2016. فالبلد يحتاج مشاريع كثير، يكون هناك تحسين، وهناك يكون أيضا يعني الريفورم في الإدارة عن البلد بصفة عامة، والوضع الاقتصادية كمان بصفة عامة حاجة يعني بقصة كل البلاد، ماش يعني ما خاصة لشاد عليهم صعوبات البلد توجهها، يعني ده وضع عام في الأفريق ووضع عام أيضا في مستوى العالم. يعني ناقشنا في هذه كثير، والتمويل الخارجي طبعا اليوم الحكومة قاعد في إطار المناقشات مع الصندوق العالمي FMI، وهناك أيضا بنوك التنمية الدولية مثال بنك الدولي، وعندنا أيضا بنك الأفريقي لتمويل بيساعدوا البلد في مناقشات بمستوى السما كلها. فنتوقع يكون تمويل هناك، ويكون نشاطات أيضا في داخل البلاد عشان يعني التحسين ده يكون يعني عميق، والودي الاقتصاد أيضا يعني بكون هناك تحسين كثير. وفي إن شاء الله نتمنى سنة 2017 نلقوا تمويل ونلقوا تحسين أيضا في حالة الاقتصادية.